هل صح في الملتزم شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عند الصحابة؟ ورد عن الصحابة أنهم يقفون في الملتزم ما بين الركن الأسود الحجر الأسود وباب الكعبة ويدعون الله في هذا المكان، هذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فمن وقف فيه ودعا فهذا حسن، ولكن إذا كان المكان مزدحم ويضايق الطائفين فلا يضايق الطائفين ويسد الطواف على الناس، إنما إذا كان المطاف خفيفا وليس فيه زحمة وتمكن من الوقوف يفعل هذا، وإن كان المطاف مزدحما فلا يضايق الناس ويسد المطاف عليهم. نعم.